تؤكد هذه المبادرات المكانة الهامة التي يحظى بها الأشخاص المعوزون في فكر ومخططات عمل مؤسسة محمد الخامس للتضامن، القائمة على تقديم خدمات صحية ذات جودة من المستوى المطلوب، فضلا عن التمدرس والتكوين. والتربية وإعادة إدماج الشباب والتنشيط الثقافي والرياضي والتكوين في مجالات مختلفة، هي مراكز لصقل مواهبهم، تمكينهم من تكوينات تأهيلية تتيح لهم الولوج السلس لسوق الشغل، وهي فضاءات تركز عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن لتنشيط الحياة السوسيوثقافية ومساعدة الشباب ومساعدة النساء في تطوير قدرتهن وانخراطهم في الدينامية التنموية الشاملة.